والكلمة للزميل سالم بن حضيرم. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى الهواي بثا مباشر عبر قناة الريان الفضائية والغنوات الناقلة لهذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. تابعت ويانا شوط الشلفة، والشوط الشلفة ذهبت مع علاج لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة هالمدينة العين، مدينة الخضرة، مدينة الجمال، وأهل الهيار مساء الخير. تهانينا لمالك علاج محمد بن عتيج بن زيتو محمد بن معتوق بن شامس العامري، وهو الرمز الثاني، رمز الخنجر، رمز الخنجر للقاية الجعادة، ينطلق على أرضية هذا الميدان يحمل في طياته العديد والعديد والكثير من الجعادين المنجزة، سواء هنا على أرضية ميدان الشحانية أو على أراضي ميادين دول مجلس التعاون نجوا خصيصا لانتزاع الرموز والمنافسة في هذا المهرجان المميز. ننطلق مع الشوطة على أرضية هذا الميدان، وبن رشيد ينطلق على المقدمة، ها هو شداد للسيد مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على المقدمة، المركز الثاني، المركز الثاني، عريقان في المركز الثاني، العريج في المركز الثاني للسيد غانم بن خالد بن غانم الهديفي، وفي المركز الثالث نشوف اللي في المركز الثالث صوغان للسيد خالد بن سعيد بن فهيدة آل زيد الهاجري، المركز الرابع، المركز الرابع نشوف اللي في المركز الرابع، الهدهد في المركز الرابع للسيد ناصر بن علي بن عبد الله بن علي المسند، شعار ممثل هل الخور متواجد على ظهر الهدهد في هذا المساوى في شوط الرمز، وهو يعرف طريقه دائما مع الرموز مع الانجازات، سجل شاهد من حروف من ذهب. ننتقل الى المركز الرابع، وفي المركز الرابع اشوف اللي في المركز الرابع شاهين للسيد علي بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس فعال للسيد سعيد بن محمد بن مبارك بن رمضان المنصوري. هذه النتيجة، ونرجع الى المقدمة الى الشداد مع مانع بن خليفة بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية، دافع بشداد في هذا الشوط، شوط الخنجر، شوط التحدي، شوط السبوق، والسبوق تريح اعصابك يا بن رشيد، تشتهر ويشيع طاريها لو بتعشيه اذا ياب الخنجر الليله على ثيابك ما بتضيع مروتك فيه. ها هو شداد على مقدمة هذا الشوط. ننتقل الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني صوغان للسيد خالد بن سعيد بن فهيد آل زيد الهاجري، المركز الرابع من الجانب الثاني أرى الآن شاهين للسيد علي بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع وصل الهدهد، وصل وكفة مليئة بالترشيحات، صاحب رمز على أرضية ميدان الكويت ميدان الشهيد، واليوم هنا باحث عن الرمز الثاني، باحث عن الرمز الثاني بهذا الشعار، الشعار المميز، شعار ممثل هل الخور الدايم ناصر بن علي بن عبد الله بن علي المسند، وفي المركز الخامس، المركز الخامس فعال للسيد سعيد بن محمد بن مبارك بن رمضان المنصوري. هذه النتيجة، هذه النتيجة، وبن رشيد يغرد مع شداد خارج السرب وعلى المقدمة وعلى الوتر الأول، وهو على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات، وها هو شداد للسيد مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هالجميرة، هالشواطي جميرة يتابعون أداء شداد في هذا المساء. ننتقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني دخول جديد من الفارس للسيد خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، قادم مع الفارس
يساند سداد على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث صغان للسيد خالد بن سعيد بن فهيدة آل زيد الهاجري، وفي المركز الرابع وصل شعار المفاجآت، وصل شعار بن نصرة على ظهر موفق للسيد مبارك بن محمد بن نصرة العامري، وفي المركز الخامس مفجر للسيد محمد بن حليس بن سعيد العفاري بن رشيد مع المقدمة مع المركز الأول ومع المركز الثاني. ها هو الأقرب، الأقرب للخنجر، الأقرب للرمز، بالإضافة إلى الخنجر هناك 400,000 ريال تنتظر، يا بن رشيد، تنتظر يا جماعة يا مشاركين. ونحن بدينا الآن نقترب من لوحة 1500 متر عن خط النهاية، وها هو سداد، ها هو الفارس على المقدمة، ثناي بالشعار الأخضر، شعار بن رشيد عاشق السلالة الشاهينية على المقدمة. يا سلام، يستعرض أداج عادينا في هذا المساء وفي هذا المهرجان بين الفارس وبين شداد. ورا الجماعة قادمين يا بن رشيد، دير بالك راعي صوغان قادم، خالد بن سعيد بن فهيدة آل زيد الهاجري وبن نصرة على ظهر موفق للسيد مبارك بن محمد بن نصرة العامري، وفي المركز الخامس من الجانب الثاني. أرى الآن أيضا الهدهد، قادم، هدهد سبا قادم للمشاركة، قادم لانتزاع الرمز للسيد ناصر بن علي بن عبد الله بن علي المسند. وصل السهران، والفارس، المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط. بدأت الأمور، بدأت الأوراق تختلط على المقدمة. يا السلام الفارس للسيد سلطان بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي، يلا يا الهديفي المعذر، يتابعون الأداء المميز. وبن نصرة مع موفق، يبقى يتوفق في الرمز وفي هذا المهرجان بشعار رجل المفاجآت. يا سلام موفق الفارس، المعركة الأخيرة، المعركة الطاحنة. سلام يا دولة الإمارات، سلام، يا أهل زاخر، سلام، يا السفير، سلام يا رجل المفاجآت مبارك بن محمد بن نصرة العامري. العامري مع الموفق مع الخنجر، يقترب من التتويج، يقترب من الخنجر. ها هو موفق، موفق، لكن هنا الهديفي، موفق، تهانينا لبن نصرة على فوز وانتزاع الخنجر، الجعادين مبارك بن محمد بن نصرة العامري المركز الثاني، الفارس للسيد سلطان بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي المركز الثالث، صوغان للسيد خالد بن سعيد بن فهيدة آل زيد الهاجري المركز الرابع، الذي وصل في المركز الرابع للسيد محمد بن بخيت الحميدي وهو اسمه معي، وفي المركز الخامس اسكندر للسيد محمد بن راشد بن مسلم العمري. هذه النتيجة يا هو شوط، منافسة استمرت حتى خط النهاية، لكن موفق مع هذا الأداء المتميز، مع هذا الشوط المتميز، شوط الخنجر، اللي جاي الجعادين، يهدي الفوز والناموس الى مالك رجل المفاجآت مبارك بن محمد بن نصرة العامري. تهانينا ايضا لسفيرنا في دولة قطر صالح بن محمد بن نصرة العامري على انتزاعي موفق خنجر الجعادين المفتوح. سلام يا دولة الامارات، سلام، يا بن نصرة، سلام. التوقيت الزمني 7:27.06 تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن نصرة العامري على انتزاعي موفق خنجري هذا الشوط، والذي وصل في المركز الثاني. والله يقول الحق، قدم عرض ما فيه الكفاية ولا قصر الفارس. 7:27.08 من الثانية. تهانينا من الأعماق للسيد
سلطان بن عبد الرحمن بن غانم الهديفي الكواري والذي وصل في المركز الثالث 27.9 الذي وصل في المركز الثالث صوغان 7 دقائق 29 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد خالد بن سعيد بن فيدا الزيد الهاجري، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز.